في قضايا ما تقدرش إلا أنها سواء أردت أو لم ترد بتخبط في السياسة، زي مثلا أنه يكون في زيادة وتيرة عنف في البلاد ودور الدعاء أن يدعو الناس. هذا لا أتناوله من زاوية سياسية، وإنما أتناوله من زاوية شرعية محضة. وأصدرنا بيانات وقلنا اللي بيتخذ الذين يتخذون التفجير أو التدمير منهجا، الذين يتخذون التفجير أو التدمير والاغتيالات منهجا، مثل هذا لا نقول انسلخ من وطنيته فحسب، وإنما انسلخ من دينه ووطنيته وآدميته وكل القيم الإنسانية، لأن الشرائع السماوية كلها أجمعت على حرمة النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك القوانين الوضعية والأعراف الدولية. فأنت لا تتناول لا تنحم منحا حزبيا، ولذلك قلت لك نحن نشارك الهموم الوطنية تحفظا، أقول من منطلق وطني، من منطلق وطني. ولذا قلنا مواقف نحن وزارة دعوية وطنية. وفضيلة الإمام عندما يتحدث عن مشاركات الأزهر لم يقل في مرة على الإطلاق مشاركة سياسية، وإنما المشاركة الوطنية. فالقضايا الوطنية ندخل فيها باعتبار شرعي وطني ليس باعتبار حزبي، فالذي هذه القضايا من صلب الدين. دكتور محمد مختار جمعة، وصفك وزير الأوقاف لجمهورية مصر العربية، حينما يطلب من الدعاء، وهذا هو من صميم دورهم، أنه يرفضوا فكرة العنف الذي يصل إلى حد الإرهاب أو أي شكل من أشكال العنف، سواء إذا كان اللفظي أو بحمل السلاح في وجه إخوانهم من أبناء الوطن الواحد، ففي نهاية الأمر هذا سواء أردت أو لم ترد بيصف ضد تيار آخر هو يرى أنه هذا العنف هو جهاد. أستاذ عماد، نحن نعمل كلام واضح وصريح، نعمل بمعزل عن النظر إلى الأشخاص أو الجماعات أو التيارات، يوافق من، يخالف من، يصيب من، يلتقي مع من، يتوافق مع من، هذا ليس بشاغل لنا. الذي يشغلني ما يرضي الله وما يحقق مصلحة هذا الوطن. عندما نأخذ مقاومة العنف، أنا لا يعنيني هذا سياسيا يصب في صالح من وعلى حساب من. عندما نتخذ سماحة الإسلام والتيسير في مواجهة التشدد والتكفير، فهذا منطلق شرعي محض وطني محض، يلتقي مع من، يتوافق مع من، ليس لدينا عقد. وقلت يمكن أول لقاء مع فضيلة الإمام أو من اللقاءات الأولى قبل تولي الوزارة، قلت فضيلة الإمام الحمد لله أنا شخصيا لست محملا بأي عقد سابقة تجاه أي أشخاص أو فصائل، وأنا ضد الإقصاء والإقصاء المضاد، ونحن على مسافة واحدة من أبناء من أبناء الوطن جميعا. فعندما نأخذ أي قرار لا نضع في اعتبارنا إن هذا صالح من وعلى حساب من، نحن فقط نعمل في إطار المصلحة الشرعية والوطنية فقط، يلتقي مع من يلتقي ويختلف مع من يختلف. نحن لا نحارب اتجاهات ولا نحارب فصائل، بل بالعكس نسأل الله لجميع المصريين الهداية وأن يعودوا إلى رحمة الصف الإيه كويس. المصري أحد، يعني احنا أحد خصائص الاعتدال يا سيدي هي فكرة قبول الآخر والحوار مع الآخر كويس. حينما يكون إنسانا لديه إيمان راسخ بأن ما يقوم به هو جهاد في سبيل الله، وأنت كهيئة من العلماء الأفاضل ترى أنه ما يقوم به هو خطأ في حق نفسه وفي حق الله وفي حق الوطن، لأنه يمارس عنفا يصل إلى مرتبة الإرهاب، هل تعتقد أنه حينما يحمل أحدا السلاح هل هناك جدوى من الحوار، هل لابد من الحوار معه؟ أولا إن كان أنا ذكرت حضرتك في البداية أن هناك من لا يقبل ومن لا يقبل، لكن إذا كان قابل لكنه مش فاهم، ضلنا هذه رسالتنا الأساسية. إن عليك إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ، بلغ، هذه رسالتنا وهذا ضلنا. يعني هو شايل المدفع الرشاش على كتفه لأنه يؤمن عن قناعة مش عن عمالة بأنه يجاهد في سبيل الله. تعمل إيه معه؟ أنا بقول الجانب الفكري كالبحر يخضع للمد والجزر بمقدار
ما نمتد تنحصر الأفكار الهدامة، وبمقدار ما ننحسر تتمدد الأفكار الهدامة. ولذا المهمة ثقيلة، أن نتمدد كما وكيفا. وأنا بطبيعتي لا أؤمن باليأس، وأقول إن اليأس والتيئيس والإحباط والتحبيط عند أهل العلم من الكبائر، ودائما مفعم بالأمل. قال السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم، يكفي التجهم في السماء. قال الليالي جرعتني على القمى، قلت ابتسم، ولئن جرعت العلقمى، ولعل غيرك إن رآك معنما، ترك الكآبة جانبا وتبسما، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. إن شر النفوس في الأرض نفس تتمنى قبل الرحيل الرحيلة، وترى في الورد شوكا وتعمى أن ترى فوق الندى إكليلا. لن أيأس ولن نيأس ولن نحبط، سنظل نعمل. وأنا على يقين لا يذهب العرف بين الله والناس، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. طيب هنا السؤال سيدي، هناك مبدأ بعض النخبة من المثقفين والسياسيين يقولونه، معرفش رأيك الشرعي فيه ايه، انه من حمل السلاح لا معنى للحوار معه، يعني من خرج علينا شاهرا سلاحه فلا معنى للحوار معه. نحن نفرق بين امرين، من ارتكب جرائم يحاسب عليه القانون فهذا شأن القانون معه، وهذا دور الدولة. اما دورنا نحن فلا اقول الحوار فقط، وانما التواصل والدعوة وتأمين الشباب من ان تصل الى هذه الافكار. وانا دايما كنت اقول اي جهد، اي جهد في الدعوة او الاصلاح، اما ان ينمي الخير نسبيا او يقلل الشر نسبيا. فكلما بذلنا جهدا اما ان يكون داعما في تنمية الخير، واما ان يكون مقلصا لمنحنى الشر. فحتى ان لم اصل الى هذا الشخص حجبته غيره عن ان يصل الى هذا الفكر المتطرف، كقضية الادمان. ربما لا اتمكن من رد كل المدمنين عن الادمان، لكن الحد الادنى ان امنع غير المدمنين ان ينخرطوا في سلك المدمنين. فنحن دائما نؤمن بان كل خطوة اصلاحية وكل جهد، والقليل الى القليل كثير، ولا نستهين. والحضارة امر تراكمي، والثقافة امر تراكمي، والدعوة امر تراكمي. وايضا من واقع الخبرة، وقلت لك يعني من لا يصلح عيد ان يكون جنديا لا يصلح ان يكون قائدا. يوم ان كنت في المرحلة الاعدادية كان لي احد الناس من اقاربي من ابناء العمومة، وكنت احدثه في اهمية الصلاة اكثر من 20 أو 30 مرة. وفي بعض المرات اللي خلاص سنصلي معا، واذهب بيدي الى المسجد، وعند باب المسجد يدفعني الى داخل المسجد، ثم ينصرف حيث ايه حيث شاء الله له ان ينصرف. لو انني اصابني اليأس ما عودت الدعوة، ولكن في هدوء بعد فترة مع تراكم الدعوة صار اكثر انضباطا على الصلاة مني انا الان. يعني حرصه، يعني احنا ربما الحمد لله نسأل الله ان يعيننا على اداء الفرائض، لكن حرصه على النوافل والفرائض والاهتمام والاذكار وان يؤدي كل شيء على الوجه الاكمل، ربما يكون اكثر مني التزاما، لانه انقطاعه للعبادة وانقطاعه للتهجد صار متاحا ربما اكثر مما يتاح لنا، وعزيمته صارت اقوى. ليه؟ لانك لم تيأس. هذا جانب. يبقى عدم اليأس، الصبر، طول النفس، في النهاية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعلينا أن ندرك أمر أهم جدا، لو حدنا عن نضل الطريق. من رحمة ربنا بينا أنه يحاسبنا على الأسباب لا على النتائج.
نأخذ بالأسباب. النتائج ليست لنا، النتائج مفوضة لمن؟ لله سبحانه، لله عز وجل. كما رجلان متواخيين متصادقين من بني إسرائيل، فكان أحدهم لا يزال على طاعة الله والآخر لا يزال يقصر، فكان الطائع كلما لقي العاصي قال له أقصر، فيقول له دعني وشأني، أقصر دعني وشأني. إلى هنا هي حكمة بالموعظة الحسنة. ولذا جعلنا شعائر الأوقاف في هذه المرحلة حتى على الكرنيه الحكمة والموعظة الحسنة، وانتهى ضمنها. ففي يوم من الأيام ضاق به فاستفز، فقال له والله لن يدخلك الله الجنة، وفي رواية لن يغفر الله لك، فتجاوز الموعظة الحسنة إلى ما ليس له به عليه سلطان كده، تأله على الله. فأمر الله عز وجل بقبض أرواحهما، فقال لهذا الذي كان عاصيا ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أكنت بعالما أم كنت على ما في يدي قادرا، خذوه إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تكلم بكلمة أو بقت، أي أهلكت دنياه وآخرته. وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول لا تنزل المؤمنين الموحدين الجنة ولا العصاة الفاسقين النار حتى يقضي الله فيه بأمر شغلكم. لا حتى بعض العلماء يقول لك إذا وجدت شيخ ترتاح له أو تطمئن ما تقولش اللهم احصني مع فلان، ربما يضيع في آخر حياته. أيوه. هتضيع معاه. قل اللهم اجمعني في جنتك بفلان، دعوة بقى احتياطي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده النبي. سيدنا عائشة يقول له أنت يا رسول الله حتى أنت خايف؟ يقول كيف لا يا عائشة، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يحول قلب عبد حوله. وكان سيدنا بكر يقول لا أمن وكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وسيدنا عمر يقول ولئن نجوت كفافا لا علي ولا لي إني لسعيد. لكن للأسف في ناس يخيل إليها وهم باطني إنها ممكن تدخل الجنة بالشهادة أو بالوظيفة أو باللقب. أما إحنا مش هنخش، يقول لك لما إحنا مش هندخل الجنة أمال يعني مين اللي هيدخلها يعني؟ فيخيل إليه يعني. طب فضلتك هنا فتحت شهيتي بس لسؤالين بس. كيف أنت بخبرتك لأنك بتنزل للناس يعني، يعني فضلتك ما جيتش إلى هذا المنصب من خلف مكتب، ولكن من خلال رحلة طويلة مع الشباب ومع الناس في الجامعات وفي المنابر وفي المساجد والتحمت بهم وحاورته. كيف يصل بشاب أن يقتنع أن هو يلبس حزام ناسف ويفجر نفسه؟ يعني دي بتيجي إزاي؟ يعني أكيد عشان تقدر أنك أنت تحل مشكلة تطرف قدامك لازم تكون متفهمها. يعني انت كطبيب معالج، بس انت تعالج النفوس والقلوب مش بجراحات، فانت كداعية تحاول انك انت تفهم المشكلة اللي قدامك. لازم تفهم هو بيفكر ازاي، لازم تفهم المرض اللي جواه اسبابه ايه وتشخيصه ايه ومن اين جاء. فكيف يصل بشاب الى ان يرتدي حزاما ناسفا او يركب سيارة مفخخة ويفجر نفسه بنفسه كما يحدث في سيناء مثلا الان؟ حز عمد، القضية ذات ابعاد متعددة، اوسع من ان تكون دعوية. ابعاد دعوية لاختطاف السياسي للدعوة من قبل بعض الطيارات، أبعاد اقتصادية، أبعاد إعلامية، أبعاد علمية وتعليمية. المشكلة أننا لدينا في مصر في الغالب الأعم، في الغالب لا أقول، لدينا متعلمون غير مثقفين، ومحور الثقافة ضئيل إلى جانب التعليم. وكثير من الدول التي تاريخها أحدث منا بكثير قطعت شوطا في المحور الثقافي. فتجد كثير حتى مش بقى من الشباب، ده انت ربما تجد اساتذه الجامعات، وهذا يحدث، ولدي اعلى الشهادات العلميه في التخصصات العلميه. نعم. لكن عند المحور الثقافي عنده ضيق افق او انسداد افق، لا يكاد يسمع ولا يرى الا اتجاها واحدا. فنحن في حاجه الى اعاده النظر في مناهج التعليم واليتها وبعدها الثقافي. في حاجة أن تؤدي وزارات الشباب
ضواها. يعني انا تخيلت ايه البديل لو ان احنا جينا في الصيف وعلى مضاء العام فتحنا مراكز الشباب وطورنا ادائها واستوعبنا الشباب ليفجر طاقاته في الجوانب الرياضية والثقافية، قصور الثقافة مع وسطية والتزام دون افراط او تفريط ومراعاة لفطرة هذا الشعب، وان الشعب المصري متدين بطبعه وانه بطبعه يميل الى الالتزام، هذا الجانب يراعى. لو استغلينا مراكز الثقافة، الأنشطة الثقافية والأدبية والخطابة والشعر والقصة والرواية والمسرحية وكتابة الفنون الأدبية كما كان العمالقة المؤسسات الثقافية، لو إن المدارس استفدنا بها لما يمكن من الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وأنا شخصيا جزء من بناء العلمي فصول التقوية المجانية الصيفية وعلى مضاء العام، لو إن المدارس هي همة وطن وأرادة وطن لا يمكن لفصيل واحد على الإطلاق مهما يكون حجمه وقدراته وطاقاته أن يقضي على هذه المشكلات. لو المدارس اشتغلت بصدق، وأنا كاتب مقالين في الأهرام، مقال فرض الكفاية الوطني والتاني فرض الكفاية المهني، واجب شرعا على المعلمين أن يكفوا الدولة في مجال التعليم، المعلمين المخلصين الوطنيين فصول تقوية مجانية للفقهاء، أن تعود الجامعات الإسلامية بتعمل إيه؟ اللي في الجامعة يدرس اللي في الثانوي، واللي في الثانوي يدرس اللي في الإعدادي، واللي في الإعدادي، ونظام التشعب الهرمي. أنا محتاج بقى كدولة وكتربية والتعليم أنزل لأرض الواقع. المعلمين بتوعي دول الوطنيين كل مدرسة أخفف أعباء الناس، بدل الواد ما يذهب للدروس الخصوصية يجري الدروس في المدرسة، ونعمل لصالح الوطن بعض الشيء. مراكز الثقة الشباب وهي في محاولات الآن، لكن عايزين اكتر من كده. لا، كانت مراكز الشباب احيانا تكون طارده، احنا عايزينها مستقبله وفتحه الانشطه ومرحبه وتدريب للقيادات لهؤلاء الشباب. النوادي الرياضيه، مراكز الثقافه، للاسف الشديد بوضوح شديد لن نستطيع ان نصل الى الدواء الا اذا وضعنا ايدينا الى على الداء. معظم المؤسسات التربوية والثقافية والفكرية في ظل الأنظمة السابقة كانت في الغالب العام مؤسسات طاردة وليست جاذبة. إذا نجحنا، وهذه المحاولة وما نحاوله مع إخواننا الوزراء في تكثيف الآن، أن نتحول بالمؤسسات الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية إلى مؤسسات جاذبة لا طاردة، وأن نستثمر طاقتنا ومواردنا الطبيعية ونخلق فرص عمل حقيقية ونوفر للناس حياة كريمة، سنقضي على كل مظاهر الإرهاب، وبدون ذلك سندخل في معاناة، نسأل الله ألا نصل إليها.